معكم عندي، ومرحبا بقناة أصوات اللي كتشرفنا، اللي اتصلوا بينا وجاو عندنا كيشرفونا بزاف، شرف كبير لينا. مرحبا بكم، وحنا كاين جديد ان شاء الله، كاين كل شيء جديد، يعني لبسه جداد، كاين لبسه ديال طراز الحساب. حنا كنوجدوا ان شاء الله من ورا رمضان ان شاء الله تكون انطلاقه زوينه، وكنرحبوا بكاع العريسات ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، ويكون غير الخير ان شاء الله. الله يرفع علينا هذا الوباء اللي ضررنا فيه شويه، ولكن الحمد لله الحمد لله كاين كل خير ان شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكاع الناس. قلنا كيفاش غتكون انطلاقه ان شاء الله مور رمضان؟ ان شاء الله تكون انطلاقه زوينه، حيت كاين غير الجديد بالنسبه لكاع الالوان، كاينين كاع يعني كاع المتطلبات اللي كتبغي العروسه كاين، يعني اللبسات اللي الالوان اللي في الطوندونس دابا بالنسبه لهاد الالوان الالكتريك كلها موجوده. بالنسبه للبسه طراز الحساب حتى هي موجوده، حتى هي كاينه في الالوان، في الخضر، في البوردو، عماريات جداد، ميادي جداد، كل شيء جديد ان شاء الله، داخلين بكل شيء جديد ان شاء الله، تكون انطلاقه زوينه الحمد لله. كلمة أخيرة لله شمس الضحى لبنى. الكلمة الأخيرة كنتمنى يرفع لنا الله هذا الوباء، وترجع المياه لمجاريها، ويكون الخير إن شاء الله، وبالصبر إن شاء الله يكون اللي جاي أحسن إن شاء الله، تكون انطلاقة زوينة إن شاء الله. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.